إن من بلغ ولو قدرا معتدلا من حرية العقل لن يشعر بنفسه من بعدها فوق الأرض إلا كرحالة، وإن لم يكن مسافرا يمضي إلى غاية محددة، إذ لا وجود لمثل هذه الغاية أصلا، لكنه يريد أن ينظر وأن يمضي بعينين مفتوحتين على كل ما يجري في العالم. لذلك لا ينبغي له أن يجعل مهجته تتعلق بكل شيء تقع عليه عيناه، بل يجب أن يكون في داخله شيء من الترحال الذي يجد متعته في التغيير وفي كل ما هو عابر. لا شك إن مثل هذا الإنسان سيعرف ليالي قاسية يكون فيها متعبا، وأبواب المدينة التي كان من المفترض أن تمنحه مأوى موصلة أمامه، وربما تكون هناك أيضا كما يكون في مدن الشرق صحراء ضاربة حتى باب المدينة، وأصوات الوحوش يرتفع عوائها بعيدا تارة وعلى مقربة منه تارة أخرى، ولربما تكون هناك ريح عاتية ترتفع في الفضاء ولصوص يسرقون راحلته، ثم يهبط الليل على قلبه مثل صحراء ثانية، صحراء ثانية داخل صحراء، وتغدو نفسه مرهقة قد ملت الترحال. وعندما تطلع عليه شمس النهار من بعدها متقدة مثل إله للغضب، وتفتح المدينة أبوابها، فيرى في وجهه سكانها ملامح ربما أكثر وحشية من الصحراء، وقذارة وخداعا وانعدام أمان أكثر مما أمام بابها. وإذا النهار انشنع تقريبا من الليل، كل هذا يمكن أن يحدث للمسافر الجوال بين الحين والآخر، لكن تأتي عليه من بعدها مثل تعويض ومكافأة صباحات ممتعة في مناطق أخرى، وأيام يرى فيها غبش الفجر كوكبة ربات الشعر تتقدم راقصة بالقرب منه، ثم تغمره بعدها سكينة توازن روح صباحي، وهو متقدم متجولا تحت الأشجار، وكم من الأشياء الجميلة والمضيئة تقع أمام قدميه من قممها العالية ومخابئ أغصانها الكثيفة. هدايا لكل المفكرين الأحرار الذين يجدون أنفسهم في موطنهم الحميم في الجبل وداخل الغابة والوحدة، من أولئك الذين هم مثله في حال من المراوحة بين الفرحة والتفكر، جوالون وفلاسفة طالعين من زخم الأسرار الصباحية، يمضون متسائلين كيف يمكن لليوم فيما بين دقات أجراس العاشرة ومنتصف النهار أن يكتسي وجها نقيا مضيئا مترعا ببهجة النور، يبحثون عن فلسفة ما قبل الظهيرة.